لا يستطيع إنسان أن يدعو آخر إلى عقيدة إلا إذا كان متمكنا في عقيدته هو. وعندنا مثل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رجل يهودي أن يكتب له صفحة من التوراة، وأخذها عمر، وبينما هو ينظر فيها إذ رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا عمر؟ قال: صفحة من التوراة كتبها لفلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، أي متحيرون، لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو ما حل له إلا اتباعي. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل عمر أن يقرأ في غير القرآن، أن يقرأ على مثل عمر، على مثل عمر، أقول على مثل عمر، اللي هو كما نعلم ثبات الإيمان في قلب عمر، وأن الشيطان يخاف من عمر، ولو كان هناك محدثون كان عمر، وكيف كانت منزلة عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الفهم، كان في الذروة في الفهم، عمر بن الخطاب معروف ومشهور بهذا، ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في غير القرآن. ولذلك قال: أمتهوكون أنتم؟ إذا كنت أنت تعتقد أنك على الهدى لما تلتمس عند غيرك؟ جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال له: جادلني، رجل من المبتدعة أو ينتحل يعني نحلة أخرى، قال: جادلني. قال له: أنا لست في شك من ديني حتى أجادلك. فأنا اللي عايز أقوله، أكثر من 99%، ولا أريد أن أفتات على الغيب فأقول 100%، من هؤلاء الشباب الذين يدخلون هذه الغرف لا يعرفون شيئا عن عقيدتهم التي سيقفون بين يدي الله عز وجل فيحاسبون بها. شباب كتير يعني مثلا يسألني، مثلا يقول لي: أنا بدخل على النت عشان أحاور النصارى، أو أحاور اليهود، أو أحاور المجوس، أو البوذيين، أو أي ملة من الملل الموجودة في الأرض. أنا أسأله، أقول له: يا بني، اعتبرني أنا لست مسلما، ادعوني إلى الإسلام، جرب، أي جرب، ادعوني إلى الإسلام، ماذا تقول؟ الإسلام حلو وجميل، ماشي، لا يعني ما هو ماشي هو سمعته هذا يقف. لما أنا أسأله: ربك الذي تعبده وتدعوني إليه ما هي صفاته؟ لأن المرء، لأن إذا نزلنا إلى الدنيا لا يحب المرء إلا لما فيه من السجايا. أنا ما بحبش جدا، لا أحب جسدا، إنما أنا أحب صفة. صفة بنقول البني آدم ده جدع وابن بلد وكويس أو حليم مثلا، أو الإنسان ده ما يتعشرش لأنه لئيم، وإن لم ترى تمام ماشي، وإن لم ترى. لكن أنا بقول أنا أمامي بني آدم، هذا البني آدم أنا حبيتوش عشان عينيه ولا شكله ولا الكلام ده، أحببت لما فيه من السجايا. ولله المثل الأعلى، رب العالمين له صفات. عرفني بربك الذي تعبده حتى أحبه وأعبده أنا الآخر. يوم يقف لا يستطيع أن يجيب إطلاقا. طب أنت ربك الذي تعبده أنت شخصيا ولا تعرف شيئا عنه، كيف تدعو إليه؟ هو أنتوا داخلين بالدراع، داخلين تشتمه مثلا بعض، ولا إيه الموضوع؟ فأنا أنكر أشد الإنكار وأقول فتوى أنه يحرم حرمة جازمة على كل من لم يعرف عقيدته معرفة صحيحة، ثم يذهب بعد ذلك لأحد من أهل العلم ليرخص له أيجادل أم لا. لأن أنا ممكن أكون عندي معلومات لكن لا أستطيع توصيل المعلومة، أقلبها. في ساعات في واحد بيعجز يقلب، يعني أنا لا أنسى مثلا أن امرأة جاءتني هي وزوجها والرجل يريد أن يطلق، والمرأة مرعوب من الطلاق فقوم يحتكم لي، ف ليه يا ابن عايز تطلق؟ قال لي: يا عم الشيخ يرضيك تقول لي يا حمار؟ فقلت له: لا طبعا، ازاي تقول له هذا الكلام؟ تمام. فقالت وهي تبكي: والله ما قصدت، انا قصدت اقول له انت مش حاسس بيا، هو ده الحب. فاتقلبت معاها مش حاسس بيا الا الحمار، والحمار ما بيحسش مثلا،
فأنا عايز أقول سوء التعبير. سوء تعبير بالضبط كده. نعم. والحق يعتريه سوء تعبيري. نعم. إحنا العسل لو أنا قلت فيه قيء الزنابير صحيح، كلام صحيح، ونقول فيه شهد. نعم. فصحيح، لكن شتان ما بين قيء الزنابير وشهد. نعم. تمام، لأن مع أن الوصف واحد. فالحق يعتريه سوء تعبير. في الطلبة بتوعي لما أنا أصنفهم بقول له يا ابني أنت ما ينفعش تفتي، أنت ينفع تطلع على منبر وتعظ فقط. تمام، وأنت يا ابني تنفع تقول درس لكن ما تنفعش تطلع على المنبر. سبحان الله. وأنت يا ابني لا ده ولا ده، أنت تحقق مخطوطات. ها، وأنت يا ابني لا ده ولا ده ولا ده، أنت تقعد تألف كتب. طبعا للأدوات والإمكانيات. طبعا للأدوات، أنا كشيخ مثلا ببقى عارف تلامذتي، فأقوم أقول لده أنت لو طلعت على المنبر هتبهدل الدنيا، يبقى أنت ما ينفعش تطلع على المنبر، ده يطلع وأنت لا. وفي نفس الوقت اللي بيطلع على المنبر ما ينفعش أقول له ألف لي كتاب. خلاص. فالنهارده أنا لا يكفي فقط للشاب اللي داخل على النت علشان يحاور غيره وهو جاهل بعقيدته، لا يكفي فقط أن يكون عالما بعقيدته، بل لابد أن يجاز، فيأتي شيخا من الشيوخ يقول له بعد ما يختبره ويشوف هو ثابت في عقيدته أولا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل يعرف عقيدة الخصم ويعرف مداخلها ومخارجها أم لا؟ بعد ما أتأكد من هذا أتأكد من أدواته هو، هل سيستطيع أن يوصل الحق الذي يعتقده إلى هذا الخصم أم لا؟ إذا أنا وجدت بهذه المثابة أقول له نعم أدخل فجادل. ممتاز. لكن كل الشباب اللي داخلين كلام ده داخلين تسالي، وكثير منهم ارتد عن دينه، بل وشك شك في، مش هقول بل دي يعني شك، بل ارتد. لكن عايز أقول كثير منهم بقوا يجيبوا شبهات هؤلاء ويجيبوها لنا احنا. يقول لي انا كنت بجادل، فانشغل بذلك. انت كنت بجادل فلان على النت ومش عارف ايه، فموجه لي سؤال فما عرفتش اجاوبه. طب ما فعلا كلامه معقول. اللي يقول كلامه معقول ده هو بدا يشك في دينه. بدا يشك في دينه ويستمع لهؤلاء. ليه؟ دخل البحر الخضم ولا يحسن العوم، فشيء طبيعي انه يغرق. واخد بالك ازاي؟ فعشان كده احنا بنقول انه يحرم، فضلا عن أنه بيدخل بقى عشان يكلم النساء ويكلم القصة دي، ودي محنة جسيمة وقع فيها بعض الذين يحافظون على الصلاة والبتاع والكلام ده، بيدخل يحاور واحدة. لدرجة أنه أنا من طرائف الحكايات أن رجلا في بلد عربية اختصم مع امرأته وخصومات بقى لها 3-4 سنين، المهم اتفقوا في النهاية كل واحد ايه ينفصل عن الاخر. نعم. الست راحت عند اهلها والراجل عند اهله، الراجل من كتر الهم بتاعه دخل على النت يحاور نساء، والست دخلت على النت يحاور رجال. المهم قعدوا يكلموا بعض. المهم واحد هو بيكلم واحدة عجبته، فضل يتكلم مدة معينة زمنية، وفي الآخر أهلا لازم أشوفك لأن خلاص أنا خلاص هموت من العشق والكلام ده. فلما اتفقوا يتقابلوا في مكان ما، وإذا امرأته تمام. طب ما لما أنت بتحسين تقولي الكلام الحلو ده والكلام، ليه ما بتقوليش الراجل؟ فدي دي دي هذه من المصائب. يعني قصة واحد يتزوج عن طريق النت، كتير بيتجوز عن طريق النت والكلام ده، ومع أن هذا لا يحل شرعا. تمام. فالمسألة كلها عبارة عن مخاطر، كلها عبارة عن مشاكل. فعشان كده أنا أقول لكل من يدخل على النت علشان يجادل في دين الله عز وجل، هذا لا يحل لك حتى تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. جزاك الله خير. بارك الله فيك.